بيقول ممكن اعرف ايه اهم حاجة ممكن يتعلمها اي حد عايز يبدأ في مجال الدروب شيبنج، وازاي نجيب عملاء اول مرة شغل؟ مجال الدروب شيبنج اول حاجة انت محتاج تتعلمها ان انت تدور على نيتش كويس، تفتح متجر، تبدأ تطبق، تضع فيه المنتجات. الموضوع ده شرحه كتير، انا شرفت بفضل ربنا سبحانه وتعالى، والشاهد ما بيني وما بينكم هو اليوتيوب، ان انا كنت من اوائل الناس اللي شرحت الدروب شيبنج في الوطن العربي في 2016. في ناس دلوقتي لسه طالعه جديده في المجال، وده مش عيب خالص، تلاقيه طالع يقول لك انا هعرفك طريقه جديده للربح والبيزنس، ويبدا يتكلم على الدروب شيبنج. لكن اللي انا عاوز اقوله لك ان المجال ده سهل دلوقتي ان انت تفتح متجر وتحط فيه السلع على شوبيفاي، على اللي تلاقيه عمال يرشح لك منصه قوي واحده، ده غالبا بيكون بيسوق للمنصه دي. لذلك انا دايما بقول للناس اشتغل على اي منصه، على الوورد بريس بلجن الوو كوميرس، على شوبيفاي، على ويكس، على يوكان، على اي منصه تجاره الكترونيه تقدر ان انت تشتغل عليها بسهوله جدا. لكن الفكره كلها بعد كده تجيب عملاء ازاي، وتجيب ترافيك منين، وتجيب زيارات منين، والتسويق. عشان كده بنصحك على قناتي على اليوتيوب في كورس مجاني مدته 4 ساعات، عباره عن فيديو واحد مثبت في رئيسيه القناه. الفيديو ده تقدر ان انت تشوفه وتطبق معاه، لان عملنا فيه اعلانات والاعلانات دي نجحت وجابت اوردرات، وقمنا بتحليل الاعلانات. فهتبدا تعرف ازاي بتجيب الفيسبوك بيكسل وتركب الفيسبوك بيكسل في المتجر بتاعك، وازاي تعمل اعلانات، وازاي تحقق. فهتبدا تعرف حاجه زي كده.